الحبيب ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله رمديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجنا في الصميم. نتحدث اليوم عن موضوع الإصلاح في السعودية، وكعادتنا بإذن الله حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم رحب بضيفي، حياك الله يا ابو عبد العزيز. اهلا وسهلا بكم. الحمد لله على السلامه. وبرنامجكم الله يسلمك، وسعيد بي ان اكون احد ضيوف هذا البرنامج المميز واعلامي قدير من امثالك. الله يسلمك ويخليك. انا اريد ان اتحدث معك عن الاصلاح في السعوديه. طبعا الملك عبد الله اتى بمشروع اصلاحي كبير في المملكه العربيه السعوديه، وكانت الخطى فيه طبعا كما تشاهدها خطى كبيره وواثقه، ولكنها يعني الإصلاح ليست مهمة سياسة فقط، هي يعني مهمة جماعية. أنت بوجهة نظرك كمتخصص سياسي ويعني مهتم كثيرا بأمور الإصلاح في السعودية، كيف تقيم وضع الإصلاح في السعودية؟ هو بلا شك أن الإصلاح حاجة ذاتية لتقدم أي دولة وتطويرها مدنيا أو تثبيت وجودها السياسي أو صناعتها وشراكتها المجتمعية مع شعبها. فإذا أضفنا إلى ذلك حراك المجتمعات العربية والمجتمعات الدولية وأفق ثقافة الإنسان، تترتب على هذه المسألة مسألة قضية أن الإصلاح السياسي تزداد أولوياته وأهمياته، ويزداد إشكالية الابتعاد عن أو انفصاله على أرض الواقع. وكما تفضلت هناك ثلاث مسارات اتخذها خادم الحرمين الشريفين في قضية الإصلاح السياسي. راهن عليها المثقفون كشركاء مجتمع يدفعون الشعب للتجاوب مع هذه القضية، على اعتبار أنها ستتحول إلى مشاريع تنفيذية تحقق ما يصبو إليه المجتمع أو الطريق لتحقيق الإصلاح الوطني الشامل. قضية إعلانه عن تنظيم القضاء وتقنينه واستقلاله في البرنامج الذي أعلنه لمشروع تطوير الملك عبدالله للقضاء. نعم. والمسار الثاني إعلان نظام الإجراءات الجزائية في قضية المتهمين والحقوقيين، والقضية الثالثة مسألة تأسيس جمعية حقوق الإنسان وتكريس مفهوم حقوق الإنسان كمهمة رسمية يجب أن تقوم بها الدولة، وجعلها مرجعية مباشرة لخادم الحرمين الشريفين. هذه ثلاث مسارات مضى عليها فترة من الزمن، وكمصداقية وطنية يقولها المثقف، لسنا الآن من زاوية نشطاء سياسيين اعتزلنا العمل السياسي منذ 2005، ولكن كمثقفين سواء دعينا في برنامج الحوار الوطني أو استكتبنا في هذا الشأن أو طلبت رؤانا ضمن مؤسسات أو مجتمع مدني في الدولة، نعتقد أن هناك إشكالية في جمود حالة المسارات الثلاث التي كان يتوقع أن تحقق نظام الإجراءات الجزائية كفالة حقوقية كاملة لأبناء الشعب عموما، وكفالة قانونية لأي متهم سواء متهم في الشأن العام أو متهم في القضايا الجنائية أو متهم في نشاط مدني، وحتى طبعا أي أمور تتخذ جانب تطرف لديها نظام قانوني لا يمنع ذلك من الحسم القانوني ومتابعته، ولكن لابد أن تكون مكفولة الحريات والحقوق فيها. وهذا يترتب على ذلك أن المتهم أو الذي يجني جناية أو الذي يقوم بجنحة أو الذي يقوم بمبادرة تعبير سياسي أو فكري يحقق معه ثم يطلق سبيله أو تنظم له محاكمة عادلة. هذا السؤال هو اللي نطرح أنفسنا، هل استكمل في كلا الأجنحة الثلاثة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، استكملت هذه الأجنحة مهمتها على الميدان المجتمعي والشعبي؟ أعتقد أن الإنصاف يقول لا. وش السبب يعني أنه ما حققنا كل الإنجازات في هذه المسارات الثلاثة اللي تحدثت عنها؟ ثقافة مجتمعية مثلا ولا كيف؟ والله أنا لو عدت إلى نفس خطابات خادم الحرمين الشريفين نفسها، سواء في ما بعد كارثة جدة أو مسألة تأسيس هيئة مكافحة الفساد أو خطابات المباشرة
إلى أن يبلغني أن بعض الوزراء لا ينفذون، بعض المسؤولين لا يقومون بمهامهم. ورصدنا ما أعلن عن خادم الحرمين الشريفين من مشاريع، ورصدنا نسب التنفيذ فيها. سندرك أن هناك غياب في إرادة التنفيذ في قطاعات عديدة متصلة بهذا الوضع. ولعلنا، أنا قلت في أحد مقالاتي الأخيرة نشرت في صحيفة اليوم، قلت الحل في تنفيذ المبادرة بتنفيذ مؤسسات منتخبة، لأننا إعادة الجلد في هذه المؤسسة الحكومية ألف أو باء التي لا تنفذ هذا العمل سيقودنا لنفس هذه الأزمة. ما هي مهمة المؤسسة المنتخبة؟ سواء مجالس محلية منتخبة بصورة كاملة، فبالتالي تعطى صلاحياتها من الأمانات والبلديات، وينتخب أعضاءها بخيار شعبي، ويديرون ثروتهم المستحقة بإدارة يعني مدنية توافق شعبهم، هذا بند، أو مجلس شورى منتخب سيترتب عليه، وهذه النقطة المهمة في حديثي وياك أستاذ عبد الله، يترتب عليه أن من هذا المجلس شورى المنتخب يترتب تعيين كفاءات إدارية تتقدم في المسار الحقوقي والسياسي. لكن الآن لما تكون يعني المشكلة في مشكلة في إرادة التنفيذ عند التنفيذيين الذين القرار موجود والرغبة في التنفيذ موجودة، ولكن المشكلة من وجهة نظرك أنها تقف عند التنفيذيين في الوزارات الدولة. مجلس الشورى هو مجلس تشريعي ورقابي، يعني كيف ممكن أنه المجلس سواء منتخب أو غير منتخب كيف حيأثر؟ مسارين، إذا كان مجلس الشورى معطى لصلاحياته التشريعية والرقابية وإخضاع المسؤول للوقوف أمام منصة الاستجواب، فهو سيقوم بدور رقابي ضاغط على الجهة التنفيذية. يعني مشكلتنا إحنا في الرقابة على هؤلاء التنفيذيين. الرقابة جزء من 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 تفعيل العمل السياسي. والجانب الثاني هو أنه المنتخب ليس فقط مقعده في المؤسسة التشريعية، لا، حتى المؤسسة التنفيذية. يعني إذا كان هناك أزمة تنفيذ إداري في مسارات الإصلاح التنموي أو الحقوقي، أزمة شديدة جدا، فهي تحتاج إلى طاقم. من أين تأتي بهذا الطاقم؟ من النخب الذي يختارها الشعب بخيارها الحر، وتكون لها يعني شخصية مع الصدق ومع النزاهة الكفاءة في هذا الإطار. انتهى قصة. يعني لو قطعتك هنا، كان من ضمن ضيوفي الأستاذ إبراهيم البليهي وهو عضو في مجلس الشورى، وكان يقول أنه ليست المشكلة في الأعضاء الموجودين في مجلس الشورى، يقول نحن أعضاء كفاءات موجودة ولكننا كفاءات معطلة، لأنه نظام المجلس لا يتيح لنا العمل، يعني نستشار في أشياء معينة لكنه لا نمارس، يعني لو أعطينا صلاحيات نمارس أكبر لكانت النتائج أفضل. يعني ليست المشكلة في الانتخاب ولا عدم الانتخاب، كانت المشكلة في قضية أنا ذكرت في البداية إلى أن مجلس الشورى يجب أن يعطى صلاحيات، ولكنه في ذات السياق لابد أن يكون منتخب. إذا ارتبط في دائرة التعيين فآلية تداول القرار في وضعيته الحالية أكيد ستكون عاجزة عن اختراق هذا الوضع. وهذه المقولة التي كانت تتردد في هذا الإطار مع كامل الاحترام شخصيات أعضاء مجلس الشورى، أنه لو تم انتخاب مجلس شورى لن يكونون بهذه الكفاءة، تبين طوال هذه السنوات وأصبحت القناعة شعبية أنها ليس لها قاعدة على الأرض، وأن الرأي العام الوطني بات في حالة يأس من وضعية مجلس الشورى. نحن لا نضع اللوم على مجلس الشورى، ولكننا نرى أن آلية وجود مجلس الشورى بهذه الصفة بذاتها أزمة بحد ذاتها ينبغي أن تتقدم لحالة الانتخاب. ومع أني لا أعلق حالة الانفتاح السياسي يعني بالانتخاب، بس أنا أكمل هذا. يعني نعم تفضل. البلد بحاجة إلى أجواء تسترخي فيها، ولا يزال الملك عبد الله يمثل كاريزما لأبناء الشعب بكافة المناطق،
وبكافة التوجهات، مهما قيل وما على صوت بعض ذوي الرأي أو الصراع السياسي في هذا الطرف أو ذاك، لا يزال الملك عبد الله يمثل هذه الترسانة من الكاريزما في هذا الإطار. فاستثمار هذه الحالة لكي تتقدم شراكة مجتمعية بين الشعب وقيادة الدولة لتحقيق إصلاح سياسي أصبحت حالة ضرورية جدا، وطيب أن تستبق بعملية الإفراج عن الموقوفين المعتقلين سياسيا والموقوفين أمنيا، تشكل لهم محاكمة عادلة ويطلق سراح الذي استنفذ محكوميته أو استنفذ حاجة في الإطار، والذي متورط بعمل عنف أو غير ذلك أو يخشى يعطى مداره في التقاضي العادل ويفسح لأهالي المعتقلين لأن يكونون في حالة استرخاء ويطلعون على أوضاع السجناء ويتجاوبون مع على أقل حياتهم المجتمعية والمعيشين. دعني أرجع إلى الشراكة المجتمعية اللي تحدثت عنها. المشكلة في الانتخاب أنها تعطي شعور أنه أنا مجرد أنه أنا أخذ هذا الكرت وأصوت مثلا إلى الأستاذ مهنا الحبيل وأضع هذا الكرت في صندوق الانتخاب، أني أحس عندي إحساس أنه انتهت فعاليتي، أنه فعاليتي خلاص، فعالية الفرد صارت أنه أنا خلاص بقى ناظر أستاذ مهنا وش يسوي وأنا معطل. يعني عندما يقولون أنه نحن لسنا جاهزين، هي القضية ليست قضية جاهزية يعني آليات أو لا، هي ثقافة. هل فعلا نحن نستطيع يعني ثقافة الانتخاب قادرين أنه نوصل بها إلى الحد اللي تتكلم عنه في الشراكة؟ أتكلم عن الشراكة والفاعلية. نعم، يعني في الأحساء أخي لدينا انتخابات مجلس بلدية في العهد العثماني، وكان مجلس شورى عندما دخل الملك عبد العزيز الحجاز، القول أن هذا الشعب بباديته وحاضرته بمناطقه لا يستطيع أن يمارس العمل الشوروي. أنا استخدم المصطلح الإسلامي العمل الشوروي، الشورى الملزمة في هذا الإطار، يعني عليها كثير من الشكوك وعدم القناعة في هذا الإطار. الشراكة تتحقق بالتطوير التنفيذي، أن تعطي مسار. قد يختار هذا الناخب يوم من الأيام شخصيات لأجل تصوره لفكرة تيار معين أو خطاب معين أو عرقية، لكن ثبتت بالتجربة أنه عندما تعطى هذه المؤسسات صلاحيات فهي تتطور وتشارك في هذا وتشارك في عمل الصناعة السياسية المستقبلية المستحقة لهذا الوطن. الهوية مرتكز أساسي في عملية الإصلاح. هل نحن متفقين على الهوية الوطنية أو نحتاج تعريف للهوية المطوينية؟ لأنه نشوف أنه في اختلاف كبير بين المثقفين وحتى الناس العاديين في مفهوم الهوية الوطنية. الهوية أساس لكل المجتمعات البشرية، من في الاتحاد الأوروبي حتى في صراعه مع تركيا ورفض الدخول لها إلى النادي المسيحي. نعم. كما قال يعني مستشارة ألمانيا ورئيس الفرنسي سابقا. كيف نحدد هويتنا؟ لا شك أننا علينا مسؤولية وطنية اجتماعية، المثقف جزء منها، ولكن الرعاية الرسمية للتعريف الثقافي أيضا مرتبطة بالدولة في هذا الإطار. معروف أننا دولة عربية، دولة مسلمة تحتضن الحرمين الشريفين، فبالتالي قاعدة والمسألة الثالثة أننا نتشكل من أقاليم وانخرطنا في وحدة وطنية على الأقل تقدير بالمفهوم الإسلامي ومفهوم القومي ومفهوم المجتمعات العربية، هي رسالة جليلة نحافظ عليها لحفاظنا على رابطتنا في هذا الإطار. علينا أن نكرس هذا المفهوم بنقل قضية مثلا الهوية الإسلامية. هل نحن لدينا مرجعية العالم السني؟ يعني نكون صريحين في هذا الإطار، طبعا في هناك قضايا أقليات طائفية وهناك جمهور الأمة. علينا أن نكرس أننا ننتمي إلى العالم السني ولا ننتمي إلى حالة مذهبية فيه. هذا لا يعني أن ليس لهذه المذهبية عصبية كما يقول ابن خلدون، بمعنى أن لا يمكن أن تطلب من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أن لا يكون لها نصيب في موفور في المؤسسات أو لا يكون لها حضور. طبيعي البلدان التي تأسس على العصبيات تأخذ حظها، لكن يجب أن لا تتأسس على هذه العصبيات جحود الآخر وإنكاره، وبالتالي ننقض هويتنا بأنفسنا، ويصبح هذه القضية التي لا يحميها القانون أو لا تعلنها الدولة بصورة مكثفة محل جدل، فيلتفت
ابن المدرسة السنية الأخرى أو ابن المنطقة الأخرى؟ أين هويتي الوطنية في هذا الجدل الذي يثور بين فترة وأخرى؟ هل نستطيع نحن، أنا بالنسبة لي رأيت من الخطاب العقلاني والثقافي الواعي في نجد وفي القصيم ما لا يختلف عن الحجاز ولا الجنوب ولا الأحساء، يعني كمجتمع ثقافي قادر سواء من إسلاميين شرعيين أو من مثقفين وطنيين أو من تكنوقراط، حافظوا على هذا على التوازن بينهم رغم الأخطاء من المؤسسات الرسمية التي دعمت بعض الأفكار الإقصائية أو التشكيك في مواطنة مناطق أو التشكيك في انتماء إسلامي واضح المعالم، لأنك عندما تحسم هويتك تتعامل مع الأقليات بمنطق الحقوق الدستورية لتكفى العدالة للجميع. يعني هل نحن نحتاج إلى إعادة تعريف وصياغة للهوية، أم نحتاج لأنه هذا التعريف المتفق عليه موجود بين الأكثرية أن نحافظ عليه فقط؟ إعادة تثبيت وتعريف دستوري أشمل. وإذا كان بإجماع أمراء الأسرة السعودية، الأسرة المالكة الكريمة والملوك الذين عاصروا إصدار نظام الأساسي الحكم، ثم بعد ذلك الملك عبد الله في إصدار النظام القضائي، وانتقلوا إلى أن مسألة الإيمان بالشريعة الإسلامية لا تناقض التقنين الدستوري، إذن نحن بحاجة إلى وثيقة دستورية هي الدستور الإسلامي. هل لدينا وثيقة دستورية شاملة تتضمن بنود الهوية بمنطق عدالة إسلامية ووطنية وعروبية شاملة؟ هذا هو سؤال المستقبل. هو المشكلة أنه المطالب كل كلمة الإصلاح هذه كلمة رنانة، يعني كل ما قلت إصلاح كل واحد قال كابدا نحن مع الإصلاح، لكن لما نأتي إلى أرض الواقع الإصلاحيون من كافة الأطياف مطالبهم متعارضة ومتناقضة، يعني أحيانا ليست يعني ليس فيها اتفاق، لا متعارضة. كيف نسير بمسيرة الإصلاح وسط هذه المطالبات المتناقضة والمتعارضة؟ المعارضة أو التناقض فيها فئتين، فئة أصلا يعني برنامجها الفكري يقوم على نقيض للوجود الوطني للدولة، هذا مرفوض بطبيعة الحال، ما في شيء اسمه يعني إصلاح سياسي مع فكرة نقيض وطني لوجود الدولة، نقيض للوجود الوطني للدولة، فبالتالي إذن فلنفرز هذا الوضع. أما الفئة الثانية، ما يظهر هذا التناقض هو الفراغ القانوني والدستوري اللي نعيشه كمجتمع. حتى في هذه في ناس يقول لك أنه يا أخي إحنا ما عندنا إيش دستور، احنا عندنا الشريعة الإسلامية، الكتاب والسنة محكم، القضاء شرعي، والهوية حقت الدولة واضحة، ليش دستور؟ احنا دستورنا الكتاب والسنة. ولذلك نأتي إلى أنه حتى الدستور الذي تتحدث عنه هو مطلب مختلف فيه. يعني إذا سنعيد الجدل لهذه الزاوية، إذا يجب أن يلغى النظام الأساسي للحكم وينقض قانون الملك عبد الله لتنظيم القضاء، انا اعتقد ان الدوله تجاوزت هذا الامر. اي شخصيه الان، انت لا ترمي الكره بس في ملعب السياسي، احنا مثقفين وعندنا تيارات، لا سأكمل في هذا الاطار. اذا ظللنا نجتر هذه النقاشات اللي يجب نحترم اشخاصها لكن نتجاوز افكارها، فيجب ان نسلم ان عندما تكون دوله، الدوله مجتمع وحكم ودستور. الدستور مسألة تقنين هذه الشريعة الإسلامية التي تقول أنها صالحة لكل زمان ومكان، من أدوات هذه الصلاح أن تنقلها لمواد قانونية تطبق على الواقع. إذا الدولة بقيادتها الرئيسية انتقلت لهذه الزاوية، في تقديري يجب أن لا يعود الحديث لكي نجتر النقاشات هل نضع دستور أو لا نضع دستور، خاصة أننا نعاني من هذه القضية، بمعنى التعميم ألف يناقض التعميم باء، لأنه لم يكن هذا الدستور، لم يكن هذا النظام القانوني موضوع في مواد قانونية دستورية، ويجب أن يكون الدستور كافٍ أيضا لاحتياجات المجتمع وطلاعات الشعب في هذا الإطار. وصحيح أن 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 الدستور سيترتب على تفعيله عملية التنفيذ لقوانينه، لكن لابد من الوصول للخطوة الأولى بأننا نعلن هذا الدستور الإسلامي للدولة. نعم، الخصوصية السعودية دائما لفظة تتداول عند أي حديث عن الإصلاح أو التغيير، كيف ترى الإصلاح
وفق الخصوصية السعودية أو على الطريقة السعودية؟ أنا حددت معايير فهم هوية الدولة. أنا بالنسبة لي كأحد أبناء الشعب أفهم الإسلام، إسلام التشريع الإسلامي الأكبر، ثوابت السنة معروفة في هذا الإطار، العروبة معروفة، الوحدة الوطنية والجغرافية بوحدة أبناء المناطق وحقوقهم المتساوية وتوزيع الثروة واحترام كراماتهم الشخصية منطقة منطقة في هذا الإطار. لاحظ اللغة المناطقية عندك أستاذ عبد العزيز، يعني أحس أنها حاضرة وبقوة في خطابك. يعني ليش احنا نركز على مناطق مناطق مناطق؟ ليش انا احس انه انا من مثلا من الرياض وانت من ليش احس انا من هذه الاحساسات؟ ليش لا نقول احنا البلد وخلاص؟ لان 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 الازمه حاضره، لان هذه الازمه حاضره وارتكبت يعني اخطاء ولا يزال يعني تاثيرها بالغ في نفوس المجتمع، فيجب اننا نعزز المعالجه فيها. لانك إذا كانت هذه المسألة لم تحسن يعني عند البعض، هل مواطنتك كفيلة بإعلان حقوقك الدستورية أو الميثاقية على الأقل تقدير أو ليست كافية، فأنت لديك إشكالية. فتثبيت هذا الأمر بالعكس يعزز قضية أن أبناء المجتمع شركاء الشعب في قاعدة واحدة. لكن ما دام أن هذه المسألة يحرك عليها التشكيك، يحرك عليها الطعن، يحرك عليها البعثرة، ترك هذا الخطاب يأخذ مدى كأنه من الخطابات المشروعة في المجتمع، هذه كارثة. فما بالك في هذا الزمن الذي مفهوم التقسيم والتوزيع ساري وجاري لدى الأروقة الدولية. أنتوا خطوا أو الملك عبد الله قبل هذا كان حط شيء واضح قدام الناس أنه الحوار الوطني هذا ضرورة. وصار هناك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وأنت أحد الذين شاركوا في هذه الحوارات. كيف تقيم تجربة الحوار بين المختلفين في السعودية بعد 9 سنوات من الحوار؟ أنا استمعت في كانت ورشة عمل، يعني أشكر الأستاذ فيصل المعمر، معالي الأستاذ فيصل العمر مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس المركز والفريق اللي معه، دعونا لحلقة نقاش غير المؤتمر لكي ننقد مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني وجهده، وهذه كانت شفافية جيدة جدا. الجميع تقريبا أو الجمهور جمهور الحاضرين اتفقوا على أن لدينا أزمة هو فيما بعد الحوار. كيف؟ تحاورنا وكتبنا توصيات فلم تنفذ التوصيات، فماذا بعد؟ هو الخطوة الأولى أنتم تعالوا تناقشوا، لأنه أنتم كنتوا كل واحد في معزل. يعني قضية جمع الشيعي مع السني مع السلفي مع الصوفي في مظلة واحدة ويجتمعوا ويتكلموا، يعني هذا كانت بحد ذاته إنجاز. يعني هذه على أقل تقدير كما قال الراحل الدكتور غازي الصيبي رحمه الله تعالى، ورش تدريب أنجزت عملها. يفترض أن ورش التدريب تنتهي وليس إلى ما لا نهاية. الآن نحن نعيش مخاض إقليمي وعربي واحتياجات تنموية وحقوقية. هذه الأطراف كلها مهما بدأ التناقض بينها، في تقديري وحسب ما قرأت أنا مباشرة لهم، ليس لديهم مانع من التحول إلى ميثاق مجتمعي حقوقي وخطة تنموية تكفل لجميع المختلفين إطار التنظيم. أرجع لك أنا بنفس النقطة، قضية الحوار، وش النتائج اللي جنيناها بعد هذه السنوات من الحوار؟ يعني دعنا نقول أن الحوار حقق نتائج، خلق أرضيات، عزز المشتركات، دفع الناس لكي يلتقون على الطاولة، ولكن لم يلاقى به الإعلام. الإعلام لدينا يعني باهت وسلبي وهامشي في هذا الإطار. يفترض أنه يعني يسابق حالة اللي طرح مركز بكابلز الحوار الوطني ويتقدم بحوارات مجتمعية تكفل هذا الوقت. يعني الإعلام الآن ما يساهم في الحوارات المجتمعية، لا يدعم فكرة انتقال التقدم المدني للدولة نحو دولة المواطنة والحقوق أو دولة صناعة الدستور أو دولة العدالة الذي ننشدها جميعا، والاستقرار الوطني عبر ذات الركيزة وذات أسرة. يعني أنت شايف أنه الإعلام عقبة في طريق الإصلاح في وضعه الحالي؟ قصوره لا شك، بلا شك الإعلام يجب أن يتوجه إلى جمع المختلفين على المشتركات،
وإتاحة الفرصة للجميع وطرق أبواب الذي يتحدث عنه الإعلام الجديد وليس التخلف عنه أو أنه الانسحاب من هذه من هذه القضايا. لا شك حتى المثقف، يعني البعض يقول أنه المثقف هو أودي أقول ماخذ مقلب في نفسه، لكنه المثقف لم يقدم الدور الحقيقي، هو يخاطب نفسه في كثير من الأحيان، لا يقود المجتمع نحو الطريقة التي ممكن أنه تقدمنا في طريق الإصلاح. وكيف يقود المثقف طريقة الإصلاح؟ أنت دائما الكرة في ملعب السياسي، المثقف طيب لا كيف يقود المثقف؟ كيف يقود؟ هل هناك مثقف مختص بعملية إشغال المجتمع وبعثرته في قضايا متعددة؟ نعم، مثقف شرعي ولا مثقف ليبرالي ولا مثقف تكنوقراط سيكون دائما يهتم بالصناعة الوطنية. نعم موجود، لكننا هناك طرح وطرق متكرر ومساهمات بأن شريحة من المثقفين جادين في الالتحام مع مشروع خادم الحرمين الشريفين وصناعة المجتمع المدني الجديد الذي تقوم عليه الدول المستقرة الثابتة، وليس لديهم إشكال، بل هم يتمسكون بقضية المشروعية الإسلامية. لكن المشروعية الإسلامية هذه والتقدم لإقامة مشاريع إدارية وتنفيذية تحتاج إلى آلية عمل، تحتاج إلى قرارات إدارية كبرى. هو الذي يقرأ الشارع السعودي قد يصل، أنا أطرح عليك سؤال ليس نتيجة، قد يصل إلى أنه الشرعي والشيخ والعالم قادر على أن يؤثر وعلى أن يضع وأن يتكلم ويقود الناس، بينما المثقف لا يستطيع إلا أن يعني يكتب مقالا هنا وهناك ولا يستطيع أن يقود كما يقود الشيخ. أنا ضد عزل المثقف الشرعي عن المثقف العام، هذا أولا. غير صحيح أن أتباع أو كوادر التيار الإسلامي أو رموز المشيخة منفصلين عن حالة المطالبة أو المناشدة أو السعي إلى تحقيق دولة تقدم حقوقية. بالعكس، أنا رأيت مشاركات كبيرة جدا من الشق الشرعي وهو مثقف لحقه في المشاركة والتمثيل في هذا الإطار. غير صحيح أنه يقصى في هذا الإطار. الإصرار على أن هناك معركة بين المثقف الشرعي والمثقف العام، حقيقة أنا غير مقتنع بأنها سبب رئيسي لتأخير الإصلاحات. لا، أنا أتكلم يعني مو قضية تأخير ومش تأخير، أنا أتكلم على قضية الأثر. المثقف ما عنده جمهور، المثقف ليس قائد، ما وراه أحد، لكنه الشيخ، العالم، الشرعي، المفتي، لا، هو وراه يعني بشر يسمعون كلامه وينفذون، وبالتالي فإنه تعليق مشروع الإصلاح على المثقفين هذا قد يؤخر مشروع الإصلاح، ولذلك لابد أن تنتقل هذه مشروع الإصلاح اللي ينتقل إلى عباءة الشيخ حتى ينقل المشروع الإصلاحي إلى خطوة إلى الأمام. والله أنا ما أقصد، يعني لا أعرف ما المقصود بعباءة الشيخ. إذا قلنا أنه في مساهمة من التيارات الدينية أو التيارات المختلفة لا بأس بها، بل مكثف في قضية قناعته باحتياج، طرح تمثيلة، ما هو موقف التيار المشيخي التيار الديني من تطبيق نظام الإجراءات الجزائية؟ 90% 95% يرى ويلتف مع المثقف العام بضرورة تطبيقه بكافة بنوده وإعطاء الحقوق المتهمين. طيب فلننهي هذا الموضوع. ما هو موقف المثقف من قضية الإدارة التنموية وتوزيع الثروة بصورة أكثر عدالة وأكثر فعالية وقطع الطريق عن حيتان الفساد في هذه الأرض؟ هل المثقف الشرعي يختلف؟ لا يختلف. إذا كان هناك يعني ثلة أو مجموعة يعني منشغلة ببعض الصراعات الجانبية فلا يجوز. كل المجتمع في كل المجتمع كل مجتمع في كل دول العالم لديه من يعني ينشغل في جوانب سلبية. هل نحبس المجتمع والدولة ونقول نؤخر القرار حتى ينتهي المثقف شريحة من المثقف ألف وشريحة من المثقف شرعي باء؟ لا طبعا. طيب حرية التعبير، كثيرين من الناس يطلبون حرية التعبير، نريد حرية التعبير والتعبير، ثم لما ترتفع حرية التعبير والسقف نجد أنه العراك الذي يحدث وانعكاساته السلبية على المجتمع تجعل أنه البعض قد يقول ليتنا بلا حرية التعبير، لأنها لم تقنن. كيف لدى تقنن؟ العالم لدى العالم يعني تريد تقنن حرية التعبير؟ طبعاً كيف؟ طبعاً لابد من مضابط قانونية. هناك ثوابت رئيسية للديانة للشريعة حتى لدى الغرب. الغرب جعل الهولوكوست أمام وألغى المقدسات
الإسلامية، جعل في بعض دساتيره مكانة السيد المسيح عليه السلام على سبيل المثال. التقنين مهم، وهو يساعد حتى الشاب المثقف الذي تستهويه أحيانا بعض لغة الحوار السمجة والسخيفة والخطيرة في تجاوز الثوابت، عندما يعلم أن هناك مضبطة قانونية يراجع نفسه ويعرف كيف يتعامل بهذا الإطار في ذات الوقت. ما تعتبر هذه القوانين نوع من أنواع القمع الفكري والإرهاب الفكري؟ لا، هذا من حق المجتمع، هذه حق المجتمع وحق مشروع إنسانيا. لا يوجد مجتمع يفتح مدار الحديث عن كل شيء في كل شيء، فبالتالي تحل الفوضى الفكرية ويترتب على الفوضى الأخلاقية. لكن لا تؤول هذه المسائل لتوسع لقمع حالة التعبير أو حالة التعبير السياسي أو التعبير الفكري أو التعبير المجتمعي الذي لا يمس ثابت من ثوابت الأصول الكبرى ويندمج مع الحالة الوطنية العامة. دائما في كتاباتك تتكلم عن قضية النهضة ومشروع النهضة والنهضة الوطنية في مجتمعنا، ما هي الخطوات الأولى اللي تشوفها أنه لو ركزنا عليها حنبدأ في أول خطوات النهضة؟ أولا يجب أن نعرف أن النهضة مسار وفكر وليست مشروع إداري تنفيذي. هذا فكر مش خطوات تنفيذية، هذا خطأ. يبزغ أو يؤسس تحت هذه الفكر مشاريع مختلفة في ميدانات، في ميدان مجتمعي، ميدان ذوي الاحتياجات الخاصة، ميدان العمل السياسي، ميدان التقنين، ميدان الحضارة الإنسانية وعلاقة بالإسلام. فإذا اتفقنا على أن هذا المدار مدار فكري، لا شك أن المملكة كأي من الدول الأخرى بحاجة إلى الاستفادة من فكر النهضة وفكر النهضة الإسلامي. أنا لي وجهة نظر، اختلف معي بعض الأخوان بأنه لماذا يعني نحن لسنا ملزمين بهذه القضية. أنا لا أرى مشاحة في كونه أن نسميه بفكر النهضة الإسلامي، لأنني على قناعة بأن ما تستوعبه هذه الشريعة الإسلامية بمدارس مدرسة المقاصد وأصول الاستنباط تكفل للنهضة الحضارية والمدنية في بلدنا الكثير جدا بإمكاننا ننفذه ونطوره. فبالتالي ينبغي كخطوة أولى فقط، يعني حتى ما أطيل عليك سيد عبد الله في المسألة، أن نفسح المجال لفرق الشباب التطوعية والملتقيات الفكرية أن تلتقي وتتناقش وتتحاور وتخلق في هذه الأرضية لصناعة الحياة الجديدة عبر فكر النهضة. نعم. مجموعة من الأخبار اللي صارت حديثا أريد أن أناقشها معك. نشوف أول خبر. سجون المملكة خالية من السجينات السعوديات. أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن السلطات قامت مؤخرا بإطلاق سراح عدد من السجينات السعودية من السجن الأمني، بحيث أنه ما صار فيه ولا سجينة، ما صار فيه إلا سجينة واحدة، أنه لا يوجد إطلاقا أي نساء في السجون الأمنية عدا سيدة تنفذ حكما قضائيا. كيف تعلق؟ يعني ربما اللواء منصور يتحدث عن الإطلاق الأخير، وأنا شخصيا يعني ذكرت في التويتر أنني متفائل بتوجهات الأمير أحمد بالإطلاقات الأخيرة، وخاصة في مجموع في قضية يعني ذوي المعتقلين من نساء المملكة الذين اعتقل. وما أرجو يعني هذا موقف يشكر للأمير أحمد، وما وردنا عن الأمير أحمد يبعث للتفائل، ونتمنى صادقين أن في شهر الخير والبركة الأمير أحمد يعني ينهي هذا الملف. وعندما تقول أن هذا الملف ليس كما يقول البعض، والله شخص جاي يريد يفجر منشأة أو يريد يستهدف مفرزة لرجال الأمن، وبالتالي نقول له أخرج، السلام عليكم. لم يقل أحد بذلك، وإن قال أحد فهو خاطئ. نحن نتحدث عن الذين يعني أوقفوا لتعبير سياسي، لتأسيس جمعية حقوق كما هو مجموعة جدة، أو بعض الموقوفين الأمنيين الذين يعني كانت لديهم أفكار حول التوجه للعراق أو غيره،
والآن من مصلحة الدولة والمجتمع، ولو فعلت المجتمع أيضا في هذا الإطار سيتعاون المجتمع على احتواء وتنظيم هذا الفكر إيجابيا، بحيث أنه لا يفكر لا سمح الله بأمر يضر بنفسه أو يضر بالدولة. وفي ذات الوقت يعني جلس سنوات طويلة ولم يخرج، والمجتمع محتقن ومتأزم. وهما قيل، أنا لا أتحدث الأحصائيات، أحترم شخصيات اعتبار الدولة وسمو وزير الداخلية ومؤسسات الدولة، لكني أقول أن طبيعتنا نحن في المجتمع، كل منطقة يعني فلان من ذويه أهل فلان وفلان وفلان وفلان، وهذه القضية تؤثر على هذا المسار الوطني وتؤثر على الاستقرار. نحن حريصين ولدينا أمل بأن ينتهي ملف الاعتقال وينظم ملف الموقوفين الأمنيين بما تقتضي عدالة الشريعة الإسلامية الكبرى، من محاكمات مثلا وإطلاق أكبر قدر ممكن. نكون صريحين، يعني إطلاقات، في حاجة إطلاقات، في حاجة إلى محاكمات عادلة، في حاجة إلى ضبط الخطاب، بعض الخطاب الإعلامي الذي لا يتبنى، يعني مثلا الذي لا يهاجم الأبرياء أو غيرهم ولم يصدر فيهم حكم نهائي في هذا الإطار. كفالة المحاكمة العادلة وضمان إطلاق الأبرياء أو الذين استوجبوا وجودهم تحت التوقيف، هذا أصبح مطلب عام وطني. وأنا إن شاء الله يعني كما كان بلغني أن خادم الحرمين الشريفين كان له توجيه مسبق في هذا الإطار، لي أمل أن الأمير أحمد. إيش كان توجيه الملك؟ يعني أن كان سمعنا أن خادم الحرمين الشريفين وجه بإنهاء هذه الملفات المعلقة في قضية الاعتقال السياسي، وأنا يعني حق متفائل. لا أريد أنك البعض أن يقول لي أنت دائما يعني خطابك دائما متفائل، دائما متمسك بالعلاقة بين الدولة بالمجتمع، لابد لنا من هذا الخيار، لابد لنا أن نحافظ على هذا الخيار. أنت متفائل بالأمير أحمد أنه أن ينهي إن شاء الله هذا الموضوع، أن ينهي هذا الموضوع فيما يتعلق بالموقوفين السياسيين وغيرهم في هذا الإطار. وليس لدي شك أن الدولة ومؤسساتها وزارة الداخلية ستكون الكاسب الأكبر من هذه الخطوة. كيف تكون الكاسب الأكبر؟ أكيد عندما يخرج المجتمع من حالة احتقان. إحنا في حالة احتقان الآن؟ في حالة احتقان تسببها بعض سببتها يعني تأخر قضايا المعتقلين، فلنكون صريحين في هذا. في حالة تأزم في قضية غياب بعض الجوانب التنموية لدى المجتمع، خلط هذا بذاك. لا يعني كيف يعني تكون الداخلية هي الكاسب الأكبر كما ذكرت عندما تطلق هؤلاء المعتقلين؟ الداخلية مؤسسة أمنية تتابع الأفعال أو ردود الأفعال الذاتية للمجتمع في نطاق جنائي معروف، هذا لا يتغير موجود، وفي نطاق سياسي في العالم كله، هدوء واستقرار المجتمع وشعوره بالطمأنينة، تهدأ الحالة السياسية وتتفاعل مع المجتمع ومع الوطن ومع الدولة، وبالتالي تقل حالات المواجهة أو الخطاب المتطرف أو قضية الدعوات المتشددة المتسرعة لمواجهة البرنامج السياسي للدولة، فهي كاسبة إذا تحقق هذه العدالة والاستقرار السياسي. عندنا خبر ثاني خلينا نشوفه مع بعض. سفيرة سوريا في قبرص تنشق عن النظام السوري. طبعا سفيرة سوريا في قبرص انضمت إلى سفير سوريا في العراق، وأيضا مناف أطلس آخر المنشقين الكبار. كيف تعلق على المشهد السوري؟ المشهد السوري يتوجه بصورة كبيرة إلى أن الثورة تحرز النصر. أنا دائما متحفظ ولا أتعجل في التواريخ، حتى رمضان لا أعطيها تاريخ رمضان، وربما في دراستي الأخيرة تحدثت عن مطلع 2013 فاعتبروه كثير. معركة دمشق مهما قيل عنها ومهما يعني تأخرت أيام أو أسابيع الحسم فيها، شكلت عملية كسر ظهر للنظام السياسي.
حاول بعض الإعلام المساند أن يشكك في العملية، ولكن تبين بعد ذلك بما لا يدع مجال للشك أن هذه العملية تتقدم بها الثورة السورية بصورة كبيرة. هناك عصف وجداني، لأن هذا النظام الحقير الإرهابي ليس لديه إلا ذبح المدنيين لكي يوقف هذه الثورة، لكن الثورة السورية قررت مواصلة الطريق والاحتساب عند الله والشعب حتى تحرير سوريا. ونحن نشهد الآن بمشيئة الله عز وجل بداية هذه المعركة الكبرى لتحرير سوريا من هذا النظام الإرهابي. وعلى خلاف ما يعتقده البعض، يعني الثورة السورية طعنت أستاذ عبد الله كثيرا مع الأسف من نخب مثقفة. من نخب مثقفة ومارس بعض المفكرين بعض المثقفين تشبيح منظم ضد هذه الثورة السورية. المثقفين تقصد المثقفين العرب والمثقفين في السعودية والمثقفين في الخليج؟ ربما هناك بعض من تأثر في السعودية وفي الخليج. يعني خليني أكون معك أكثر شوي صراحة، يعني الكلام على الحرب في سوريا أو الثورة في سوريا، هل هناك من يعني في الفترة الأخيرة شفنا أنه الخطاب الطائفي عالي من الطرفين، والبعض يصور أنه الطائفة العلوية تحارب الشعب السوري، والبعض الآخر قال أنه السنة في سوريا يحاربون حسن نصر الله وحزب الله في لبنان ويحاربون العلوية في سوريا ويحاربون الشيعة في إيران في هذه المعركة اللي معركة الثورة السورية، والبعض يقول لا هذه ثورة شعب ضد نظام فقط. من 17 شهرا وأنا أتابع هذه الثورة، وماذا اكتشفت بعد 17 شهر؟ أرى ثورة في العالم، حراك سياسي احتجاجي نعم حافظ على خطابه المدني وتوازنه المجتمعي، وأتحدث عن أدلة مرصودة على الواقع، رغم تبه رغم العسف في استخدام الطائفية التي مارسها النظام والتورط المفضوح علنيا من إيران وأحزابه في المنطقة، ومع ذلك حراك الثورة كان مدني ووطني. نعم هو شعب مسلم له منطلق إسلامي، ولكنه لم يعتمد خطابا طائفيا أبدا. وحتى الآن يعني أنت لاحظ الاستقطاب الآن من ضباط منشقين علويين دروز مسيحيين يؤمل لهم الانتقال إلى الحدود التركية، ولا يطلب منهم الانضمام للجيش الحر. من أراد ينضم للجيش الحر فلينضم، وحتى لا يجبرونه على ذلك. أستاذ عبد الله، من بدايات الثورة السورية والتشكيك فيها رغم مسارها المدني، هذا الخطاب هو الذي قصدته. عندما تتحدث لماذا هذا الطرف من الخطاب المذهبي السني المتشدد يتحدث بهذه النبرة الطائفية، وذلك الطرف يقول إن له مصلحة في هزيمة إيران، وأنت قد صمت أو شككت أو طعنت أو تقاعست في نصرة الثورة السورية، بل ساهمت في مساندة النظام، وتقول لماذا انتصر لهم الطائفيون الآخرون؟ هذه مشكلتك أنت وليست قضية الثورة السورية. وأنا مؤخرا في حتى مؤتمر القاهرة الأخير، هيئة التنسيق التي كانت تطعن وتشتم في الجيش السوري الحر أعلنت أن الجيش السوري الحر ذراع شريف وهو الذي سيحمي الثورة السورية وانتصارها. أين الذين كانوا يصفقون لهيئة التنسيق سابقا اللي يقودها الدكتور هيثم منا ويطعنون في هذا الشعب والجيش السوري الحر عندما تأسس؟ إذن على الجميع أن يصحح فكرته، والذي تورط في ممارسة تشبيح إعلامي هذا عليه مهمة وعليه تكلفة أخلاقية في هذا الإطار، أما الذي عليه جناية ومشاركة كبعض القنوات فلا شك أنهم مسؤولين عن دماء الشعب السوري الطاهر. كيف تقرأ الدعم السعودي للقضية السورية بعد أن حسمت موقفها من رمضان الماضي؟ نعم. ومؤخرا الدعم اللي وجه فيه خادم الحرمين الشريفين. استفادت الثورة السورية من الإعلان السياسي الرسمي والإعلامي للمملكة، خاصة عبر خطاب خادم الحرمين الشريفين المعروف في الثورة السورية بلا أدنى شك. يعني كان لدينا رغبة وأمل ولا نزال في عملية تسليح نوعي، لكن فلنكون صريحين أن موقف المملكة شكل داعم لكي تقف الثورة السورية في برنامجها الإعلامي وبرنامجها السياسي، وأن تواجه هذه الحرب الشرسة من التآمر. حيينا هذا الموقف ونحييه، ونتمنى خاصة في هذه الأيام نتمنى مخلصين بدعم سلاحي نوعي، لأن دعم الجيش السوري الحر هو الذي يعني سيحقن ما تبقى من دماء مهدورة من أبناء الشعب، وسيحقق
الوحدة الوطنية السورية للدولة المدنية التي تحتوي الطوائف وتحتضن الشعب تحت ميدان الحرية الكبرى. نعم، الشعب السوري يعني انت تتكلم عن مدة، انت هذا الوضع انت تتوقع انه تحسم الامور بشكل نهائي في غضون كم؟ انا اعتبر ان نحن دخلنا في معركة الحسم الاكبر. معركة الحسم الاكبر الاستراتيجيات ليس بالضرورة تكون اسابيع استاذ عبد الله، فلنكون صريحين، يعني ممكن تكون اشهر، ممكن تكون اشهر جدا. لكنه كنت أعيد قراءة المشهد بالمنظور الاستراتيجي وأرقب مواقع اختراق الجيش السوري الحر على الرقعة الجغرافية غير سيطرتها على 60% من المواقع الميدانية الاستراتيجية، علمت جزما أن النظام يتوجه للخسارة والهزيمة الكبرى بإذن الله على يد الجيش السوري. يعني استراتيجيا أنت قراءتك له أنه ساقط؟ نعم، لأنه وصل إلى مواقع اختراق حتى غير أحياء دمشق في الخريطة العسكرية للنظام السوري، لا يستطيع النظام السوري الآن أن يستعيد زمام المبادرة في مواجهة الجيش السوري. سأستعرض معك بعض الصور جدا، لكن قبلها أريد أن أريحك وأريح المشاهدين بفاصل قصير ثم نعود سريعا. حياكم الله من جديد. عبد العزيز، في مجموعة من الصور احنا ودنا نستعرضها معك، تفتح معنا بعض المواضيع. ناخذ الصورة الأولى، شوفها هنا على البروجيكتور استاذ عبد العزيز. هنا اي نعم، هذه الصورة هي صورة المسجد الأقصى. قضية فلسطين خلني أكون صريح، ليست حاضرة بالشكل الذي تستحق هذه القضية المحورية، خاصة مع الربيع العربي، خاصة في الجيل الذي هو بعد الجيل القومي في اللي شهد المعارك الكبرى السابقة. كيف تقرأ وأنت مهتم بالقضية الفلسطينية؟ في الطرح الإعلامي خاصة في ظل دموية المشهد السوري وإرهاب النظام تتراجع القضية الفلسطينية، أما في مركزية التقدم هي لا تتراجع، لأن حتى حالة الربيع العربي تدعم قضية صعود فلسطين كقضية مركزية بدعم خيار المقاومة، سواء المقاومة العسكرية أو المقاومة الشعبية. يعني إفرازات الربيع العربي في صالح من خيار المقاومة. نعم في صالح. وأنت تشوف أن خيار المقاومة هو الخيار الأفضل للقضية الفلسطينية مش خيار السلام؟ يعني هو الآن باعتراف سلطة رام الله وحركة فتح أن لا يوجد سلام، يوجد بازار يعني مارستها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهى إلى أنه لا يوجد نتائج عملية ولا يوجد مستقبل حتى للدولتين، وإسرائيل نتنياهو أعلن تراجعه عن حلم الدولتين المقطعة أشلاء. فالآن يعني أصبح على أقل تقدير في القاهرة لا يوجد نظام يطارد أو يسحق أو يغلق النطاق على غزة. نعم. في العمل السياسي وجد أكثر من 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 محطة ربيعية تدعم صمود القضية الفلسطينية وصمود مقاومتها أمام العداء. أنا تقديري أنه ما نعيشه في سوريا هو سقوط جسم أحد مشاهد كومبارس المقاومة المزيفة اللي يمثلها حزب حسن نصر الله في لبنان، في حين ستصعد سوريا يعني العربية الإسلامية كحاضن للقضية الفلسطينية. وآخر خبر قبل ما أمضي، كان هناك استهداف منظم لمخيمات الفلسطينيين وتعاون من الجيش السوري الحر لحماية يعني الفلسطينيين هناك. الفلسطينيين. نعم. على الصعيد الشخصي إن سمحت لي، تفضل. أنت في عام 2002 اعتقلت أمام بوابة القنصلية الأمريكية لقيادتك مظاهرة في الظهران دعا لها الشيخ عبد الحميد مبارك للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وأطلق سراحك بعدها بشهرين. حدثني عن هذه التجربة التي هي قد تكون جديدة على الكثيرين. يعني هذه من السيرة الذاتية التي أصبحت في صفحات الماضي. لكنك ما زلت ممنوع من السفر. نعم أنا يعني ما صارت مسافات لا زال ممنوع من السفر، وحتى يعني منذ
اعتزال العمل السياسي كليا 2005 يعني الآن. أنت اعتزلت العمل السياسي؟ نعم، وأنا فقط الكتابة يعني الفكرية والمشاركة الإعلامية يعني هذا الذي أقوم به. فلا أدري يعني ما هو حقيقة، لا أعرف، لأن تبنت يعني شخصيتين من جمعية حقوق الإنسان. هو يعني أنا لا يعني السيرة الذاتية نستفيد منها لفتح يعني مواضيع جدا ما عندي إشكال، لكن سؤالي يعني خليني أسأل سؤال مهم يعني بوجهة نظري، هو قضية قد يكون الاعتراض أو الطريقة التي تراها هي صحيحة ولكنها تخالف القانون السائد أو القانون المعترف به ضمن الدولة، هل يحق لنا أن نمارس أشياء صحيحة ممنوعة في القانون؟ كل من استشرته أو سألته في بما فيهم مسؤولين رسميين ما يعرف مبرر لمنع السفر، وجمعية حقوق الإنسان تبنت قضيتي مرتين على مستوى الجمعية، يعني جمعية حقوق الإنسان السعودية في هذا الإطار. نتمنى على كل حال أنا أو غيري كل الممنوعين من السفر أن يرفع عنهم منع السفر، خاصة قضية يعني تعرف هذه قضية معيبة يعني أن المملكة التي ترعى حوار الأديان وتدعى الحضارة الإنسانية أن لأن فلان يعبر فكريا أو يعبر سياسيا يمنع لا من بس أنت مش عبرت، أنت رحت أخذت مظاهرة يعني أنت هذه انتهت انتهت هذه الملف انتهى رد الداخلية لا يوجد أي عمل سياسي موجب من السفر، لا بالتالي نحن نمنعه من السفر فقط. وأظهر اعتقلت أيضا مرة ثانية بعدها. أيوة أنا قلت لك 2005 كنت سريع يعني أنا هذا على الأقل بلغ لي يعني. خليني أطلع للصورة الثانية. نعم تفضل. خلونا نشوف الصورة الثانية مع بعض. هذه الصورة أبو عبد العزيز. سام. هذه النخيل إيش؟ شتتك. على طول الأحساء. هذه النخيل في الأحساء. أنا أريد أن أسألك في جزئيتين الحقيقة في الأحساء. الجزئية الأولى، كيف ترى دور الأحساء في بناء النهضة السعودية؟ كيف ترى مشاركة منطقة الأحساء في التقدم اللي المفترض أنه نكون عليه جميعا في السعودية؟ الأحساء المثقفة غنية بخطاب الوحدة والتجديد، ولو سمحت لي حتى التهذيب الثقافي، بسبب التهذيب الثقافي. كيف انت ايش تقصد بالتهذيب؟ هناك تراكم حضاري عاشته المنطقة، فعندما تنتقل هذه الرؤى التي عاشتها المنطقة عبر خطاب وطني وثقافي تساهم إيجابيا. الأحساء عاشت تهميش يعني قاسي. همشتوا أنتوا فترة؟ ما في شك طويلة؟ هذا كتبته في الجرائد أني قسم مبادرة رد الاعتبار للأحساء الملك عبدالله 2005 اتخذ قرارات أسميتها مبادرة رد الاعتبار. يعني تحس أنه يعني الملك عبدالله هو أعاد؟ لا شك لا شك إن, 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 أن نحن في الأحساء نكون صريحين على المستوى التنموي وعلى مستوى شخصية الأحساء. مع الأسف يعني بعض الأمور اتخذها خادم حرمين الشريفين فيما يتعلق حتى في المشاركة يعني علماء السنة وتوسيع المشاركة الشرعية حتى تكون يعني المنظور الإسلامي الشرعي على الأقل قائم على أصول اعتبارية، بعض المسؤولين الدينيين الرسميين نقضوا توجهات خادم حرمين الشريفين، وهذا دليل على. لكن نعود موضوعنا أن 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 الدولة والمجتمع يعني شفت مهما انتقد الإحسائي مهما رفض أنه يمس من أشياء تصل تبرر كأي إنسان، فهو حريص مندمج، هو الآن هذا يعني ما أبالغ هو الآن يمثل أحد ركائز خطاب الوحدة المجتمعية اللي تجمعنا بين الحجاز ونجد والأحساء وتكفل لنا خطاب وشراكة وطنية. كثير من الناس يعني خلق عوازل، بالمناسبة يعني احنا حتى مختلطين أنسابا وأصهارا، خولة أبنائنا من نجد ليس لدينا تلك العوازل. صراحتنا في النقد، صراحتنا في الحديث لا تشكك في قدرتنا على التحقيق على حفاظ على الوحدة، ولكن الحفاظ على الوحدة بتكريس عميق من الجذور وليس مجاملات عامة. أنتوا عندكم ثنائية في الأحساء معروفة اللي هي الثنائية المذهبية، يوجد شيعة ويوجد سنة، وهي حالة يعني تشهد حراك مستمر، يعني مرة تطلع ومرة تنزل في يعني حتى إعلاميا على الأقل. كيف تنظر إلى الموضوع الطائفي والقضية الطائفية التي في هذه الأيام عندما الصراعات الخارجية تشتد يرتفع هذا النفس، عندما تهدأ الصراعات الخارجية يهدأ هذا النفس تلقائيا؟
الأحساء فيها ثنائية طائفية وأفادها التعدد المذهب السني، ليسوا حنابلة وفي شافعية وفي مالكية. نعم، المدارس الأربعة يعني تاريخيا. صحيح أننا كأي من الشارع الوطني في المملكة نحتضن أبنائنا ضمن النسيج الإسلامي والنسيج الشرعي الوطني اللي هي الحالة السلفية الاجتماعية أو التيار السلفي، لكن أيضا لها تأثير التعدد المذهبي السني بوجود هذه المدارس السنية ولا تزال حياة قائمة، فبالتالي أصبحت عارضة الوعي، رغم أن الإحسائيين من أبرز الناس وضوح لديهم المشروع الطائفي الاستعماري الإيراني وعدائه للمنطقة. سأتيك للإيران لكن أنا لكن فقط نقطة، لكن مع ذلك لديه قدرة، يعني أنا لا أزال أراهن عليه رغم، خلني أكون صريح معك، هناك ضغط شديد على المحافظة على التعايش وقواعد السلم الأهلي مهما بلغت الخلافات ومهما بلغت الصراعات، وعلى أقل تقدير هو يعرف أنه الشيعي الذي لم يرتكب جناية في سوريا ولا في العراق لا يجوز معاملته بجناية هؤلاء. يعني البعض يقول أنه الشيعة والسنة قادرين يتعايشوا في الأحساء بشكل أكبر بكثير من الشيعة والسنة الذين موجودين في مناطق القطيف والدمام وطهران وإلى آخره، هذا الكلام صحيح؟ يعني ترك منطقة الأحساء هي الأصل. كيف الأحساء هي الأصل؟ الأحساء هي الديمغرافية في ما يسمى بالمنطقة الشرقية، هي الديمغرافية في المخزون الأصل في كلا الشيعة والسنة. حواضر المنطقة الشرقية تأسست حديثا، أكيد القطيف قديمة لكن كانت صغيرة في هذا الإطار، ثم الدمام والخبر والظهران، وتقديري أنا أن الأحساء تلعب دور كبير في هذا الوضع. لكن القطيف ربما، يعني أنا لي وجهة نظر أن بعد الفكر، فكر الحركي الشيعي، صناعة الشيعة الجديد لدى الجمهورية الإيرانية، استطاع أن يقصي النظام الاجتماعي المعتاد في التعايش بالعلاقة السنية، ولم يستطع أن يفعلها في الأحساء. وأيضا لأن إلى الآن بالمناسبة أستاذ عبد الله، إلى الآن في الأحساء مشاركات الوطنية المجتمعية قائمة، تضررت كثيرا وتراجعت، ولكن لم تنفصل حالة اللقاء بين المجتمع، النظام الاجتماعي السني والنظام الاجتماعي. يعني خليني أفكك السؤال شوي، الآن بعد ثورة الخميني عام 79، نعم، هل اختلف وضع الشيعة في السعودية قبل 79 عن بعد 79؟ أنت في الأحساء مثلا. نعم، كل مناطق العالم وفي الأحساء اختلف. في الأحساء ما في شك أنه كيف هناك اختلف؟ هناك الثورة الإيرانية أتت بأيديولوجية بديل عن حالة التشيع القديم، خاصة في مسألة يقول أكثر على المستوى الاجتماعي كيف؟ نعم، أنا سأشرح لك، سأكتفي بهذا أو سأركز على هذا الدليل. في قضية أنا طرحتها في أحد الدراسات اسمها تفجير المظلومية الطائفية. تفجير المظلومية الطائفية هذه لم تكن، فإذا سألتني ما الذي تقصده في هذا الإطار، كانت لدينا مآتم عاشوراء الحسين، كان بعض السنة يشارك، يعني يدعى إلى وجبة العشاء في هذا الوضع. لم يكن هذا أحد المسارات الرئيسية، الخطاب أيديولوجي ثائر في قضية المظلومية، والذي يركز إيحاء بصورة كبيرة على الإنسان السني الشريك السني عبر التاريخ. هذه إحدى جوانب التأثير التي نقلتها الجمهورية الإيرانية للمجتمعات الشيعية العربية. يعني جاءت لهم أنه أنتم شيعة مظلومين مقهورين لازم يصير. يكفي أنك تطلع على 60 قناة اليوم في العراق تتمحور حول هذا الخطاب، وتعرف أن هذه القنوات ترى تأثيراتها سواء عند الإنسان البسيط في رنة الجوال، في ابنها في الروضة، في ما يقرؤونه في الإنترنت، في كل مواقع الإنترنت يعني، والتعليقات. واضح هذا لم يكن خطاب الشيع القديم. الشيع القديم يعني مع الأسف أن أيضا ساهم الحالة السنية السلبية في موقف المعتدل الشيعي والمؤسسة الرسمية، لأن نحن نتمنى أن الاعتدال الشيعي اللي مثله السيد علي الأمين، مثله الشيخ حسين الراضي عندنا في الأحساء، الذي اعترض والذي أعلن دراسات دينية ترفض التكفير أو الطعن في الشيخين وقضية كسر السيدة الزهراء، نحن أين نحن من الاعتدال الشيعي لكي يستمعه أبناء الطائفة الشيعية؟ هل رأيناه؟
هل تركنا له منابر مفتوحة؟ هل تركناه يتحرك بمساحته لا بمساحة أنت كسني تفرض عليه ما تريده من أجندة؟ هذه نحتاجها كسنة وكشيعة، لأنه ما لم يتحرر الخطاب الشيعي من هيمنة ولاية الفقيه فالأزمة المجتمعية ستكون قائمة. يعني إيران تؤثر بشكل مباشر في قضية الأزمة الموجودة بين الشيعة والسنة؟ لا شك، بدون ولا يحتاج الأمر ضباط مخابرات. ليست المسألة ضباط مخابرات أو تعرف الأمر، المسألة خطاب. هذه تشوفها في الشارع يعني. خطاب إعلامي وسياسي وأيديولوجي. هذه في ثقافة الفرد. على الشأن المحلي، اعتقال شخصية شيعية زي نمر النمر مثلاً. يعني حرك مثلا شيء في الاحساء، مثلا في شيعه الاحساء عندكم بشكل او باخر؟ شخصيا لم ارصد يعني مواقف. اكيد ان 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 حمله الاساءه التي صدرت ضد المواطنين الشيعة باعتقال هذه حمله سيئه، لكن وضع نمر النمر تحت المساءله القانونيه بعد ما صدر منه، اعتقد ان الجميع يعرف أن فعاليات سنية كثيرة لم تفعل ولا 5%. ليست مسألة تبرير أن فلان والله لأجل فلان، لكن هذا واقع أن فعاليات سنية عديدة تعرضت للاعتقال وغير ذلك، فما بالك بالخطاب الذي استخدم حماية مسلحة للحفاظ على 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 خطابه وبقائه في المجتمع أطول فترة ممكنة. نعم، أريد أن أستعرض معك أيضا صورة ثالثة تتعلق قريبة بهذا الموضوع. نشوف الصورة الثالثة مع بعض. يعني هذه الشخصية الدينية والشخصية السياسية في إيران، الشيعي مرتبط أيديولوجيا بالخامنئي، ولكنه يتنازع في يتهم من السنة أنه مرتبط أيضا سياسيا بالشخصية السياسية الإيرانية. وأنت تكتب كثيرا عن الشأن الإيراني وعن هيمنة أو محاولة هيمنة الإيرانيين على المنطقة، كيف تقرأ هذه الثنائية المعقدة للمواطن الشيعي العربي؟ المجتمع الشيعي القديم عندنا في الأحساء لم يكن مرتبط بإيران، رغم أن إيران كان لديها علماء متدينين من يعني الشيعة. قبل الثورة ما كانوا مرتبطين بإيران؟ لم يكن. وين كانت مرجعياتهم؟ ولدينا مدرسة الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي، يطلق عليهم الشيخية. هذه كل مرجعيات النظام الإيراني القائم ضد المدرسة الشيخية، بينها وبينها عداء. وكان للنظام الاجتماعي الشيعي في الأحساء مواقف صارمة ضد حالة النفوذ الإيراني، لكن مع الوقت هذه الأيديولوجية وصلت. طبعا كان في معروف هذا الأمر ليس سرا، يعني توجه مجموعات كبيرة من الشباب للدراسة في قم أو الدراسة في النجف، وبتأثيرات بعد ذلك إيران ثم الذهاب إلى إيران. في هذا الوضع القضية لم تكن كما يعتقد البعض هي اشتراك مذهبي وفقهي، ليست المسألة في هذا الإطار، المسألة في الفريق الذي نقل الأيديولوجية. عندما تقول أيديولوجية إذا دخلت باب السياسة. يعني أنا أحاول أفصل بين القضية الدينية البحتة وبين القضية الانتماء السياسي. القضية الدينية البحتة ليست أيديولوجية، هي أحكام ومعاملات ومادة فقهية صرفة، هذه ليست موجودة في الأيديولوجية، أيديولوجية التشيع الإيراني الجديد. لا، هذه مواقف فكرية وعقائد سياسية. لا أثبتت التجربة التاريخية أن هناك تأثر كبير جدا. يعني الذي جرى طوال السنوات الماضية وخلال العقود الماضية كان من الأدلة في يعني بما لا يمكن أن ينكر إلا أن يقال يحتاج النهار إلى دليل. لكننا نقول أنه أن يعامل المدني الشيعي أو أنه تهضم حقوقه أو أنه يفرز عليه يفرز دون الناس وتوقع عليه مظالم لأجل هذه المسألة، لا نقول بذلك ولا نقرها ولا نقبلها. ولكن في ذات الوقت قضية مواجهة المشروع الإيراني موقف وطني وقومي وإسلامي مشروع يقره الفكر المجرد. لكن قد يدفع فاتورة هذا الموقف المواطن الشيعي البسيط. الأصل أنك تعمل
على ان لا يصاب هذا المواطن السني. دائما في حديثي مع القطاعات السنيه اقول له اذا ارتكب ما ارتكب ضد سنه سواء في الاحواز او في سوريا او في العراق، هل انت تتمنى ان 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 ان, أن هذا الدين الذي تعتنقه كدين التشيع الايراني الذي يظلم هؤلاء الناس، ام تتمنى ان تكون دين العداله الذي يلتقي معك الشيعي العربي المعتدل فيها؟ فانت ازرع هذا الجانب الايجابي، ولكن هذا لا يعني ابدا من انك تترخص للنفوذ الايراني في المنطقه. ما وضع البحرين يؤثر عليكم؟ طيب هذا كتاب 280 صفحه كيف جابك؟ يعني باختصار وضع البحرين كيف؟ يعني وضع البحرين مع الاسف اصبح معقد، يعني المعارضه لا شيء ليس لديها شك، يعني المعارضة طائفية، ويعني بعض من لديهم أحلام نرجسية وحاولوا بكل ما يستطيعون أن يصيغون هذه المعارضة في صورة وطنية حقوقية. أعتقد أنه يعني هناك أدلة كثيرة عديدة أفرزها نفس الشارع، يعني الطائفة في البحرين تثبت هذا الأمر، لكن ليست فقط الأزمة هنا. أنا أتمنى وأدعو حكومة جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى، و لأننا نحن يعني صلة خاصة بالبحرين، أنه يعني يبادر إلى مشروع وطني من أساسياته الاعتراف بحركة الفاتح السنية. حركة الفاتح شكلت توازن بالإمكان أن تتعاون مع المجتمع المدني الشيعي ومع إعلان الاتحاد الكونفدرالي بين السعودية ومملكة البحرين، بالإمكان إيجاد مشروع سياسي توافقي، ليس بالضرورة أن يقبل به الجميع، لكن على الأقل يطرح مشروع سياسي توافقي، نعم، ينصف الجميع وينجز إصلاحات دستورية وتغيير في مواقع قيادية كبرى. عندي صورتين بأخذهم معك على السريع. تفضل. الصورة الثالثة، هذه صورة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لي فخامة الرئيس المصري محمد مرسي. أنا لن أريد أن أتكلم عن علاقة السعودية ومصر، وهذا كلام معروف. أنا أريد أن أتكلم عن حركة حاكمة هي الإخوان المسلمين، هذا ممثل الإخوان المسلمين حكموا مصر، وعندنا حركة أخرى اللي هي الحركة السلفية، التعاهد الشهير الذي حدث بين الإمام محمد بن سعود وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي قامت عليه ولا تزال هذه الدولة، وهي الحركة السلفية. إلى أي حد ممكن أنه تتحالف هاتين الحركتين اللي كانت يعني كانوا خصمين في السابق لمواجهة النفوذ الإيراني أو الهيمنة الإيرانية المتوقعة التي تحدثت عنها في كثير من مقالاتك؟ أنا لا أؤيد أن نطرحها في طرح أننا أيديولوجية أصولية لمواجهة الأيديولوجية الإيرانية. أنا أطرحها في أننا دولتين عربيتين مسلمتين فيه اختلافات في الأطر الفكرية، لكن يجمعنا هذا المحور العربي الإسلامي. ما طرحته مهم جدا، سواء على مدى العلاقات الثنائية أو تقوية محور الاستقرار العربي أو مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة أو أي نفوذ الصهيوني. النفوذ الإيراني توسع لغياب محور عربي، تمزق فترة من فترات ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، حتى من له علاقات وتأييد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الجوانب، الآن أثبت أن للأمريكيين قراءات مختلفة قد تصدمك على أرض الواقع بما فيها خرائط الخليج في المستقبل. يعني التوصية المفترض أن تصدر كثقافة عامة، نعم، ما بين السعوديين والمصريين كيف؟ وهذا اللي دعمنا، أننا بلدين لدينا إمكانية لتحقيق مشروع مشترك ومصالح ثنائية اقتصادية وتقوية الأمن القومي مقابل إيران أو أي طمعتها. طيب والحركة السلفية والحركة الإخوانية المفترض كيف يكون الوقت؟ المملكة في السياسة الخارجية لا تنطلق من فكرة العهد الثوري لحركة الشيخ عبد الوهاب. يعني إجمالا ترى الدول يعني هي المصالح العامة للبلد السعودية. إذا ستكون كدولة وأنت تستدعي الحالة الثورية المواجهة، يعني يعني هي أنت اللي يفهم منك أنه السعودية داخليا، نعم، تستدعي محمد عبد الوهاب، لكن خارجيا ما يعني الموضوع، نعم، موضوع هي السعودية. نعم، وارد بعض الجهات تستدعي الحالة، حالة وليست الحركة العهد الثوري، لكنه في السياسة الدبلوماسية لا تنطلق من قضية
قاعدة المصالح، واعتقد ان الرساله كانت واضحه يعني، وتجاوب الرئيس محمد مرسي، وربما فاد البلدين عمليه المخابرات الايرانيه اللي تكلمت عنها في المقال في قضيه وكاله فارس عندما صنعت مقابله موهومه، فهذا اعطى دليل للبلدين ان ايران تريد ان تستبق اي علاقه بين المملكة ومصر وتستهدفها. وأعتقد أن التجاوب الذي حصل جيد. نتمنى أن بعض الشخصيات الإعلامية في السعودية تحترم مصالح الدولة وليس مصالح مصر فقط، وأن تكف عن هذه العبثية في الإساءة إلى مصر. أخبارك مع الأخوان المسلمين؟ يعني على كل حال أي حركات إسلامية نحترمها، لكني أنا لدي نقد للحالات الحزبية في الوطن العربي. أنت ضد الحزبية في السعودية؟ يعني على كل حال يعني انا ارى ان فكره التيار اقدر على 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 التجانس مع سواء المجتمع السياسي او المجتمع العام في دول الخليج من فكره التنظيمات، يعني وان كانت التنظيمات الحركيه هذه ما هي بتنظيم، يعني ليست من الصالح العام للدول. انا شخصيا يعني هي من حق التيارات ان تشكل لها جمعيات سياسيه في حال وجود عمل سياسي، لكن كتنظيمات حزبية أنا شخصيا لا أميل لهذه المسألة، وأرى أن هناك أجواء تصنعها أنت أن تعمل تحت الشمس بأفق الإسلام وتطرح رؤاك الفكرية والتربوية في هذا السياق. أحترم التربويين وأحترم مؤسساتهم الدعوية وكثير من هذه الأعمال ليست تنظيم، هي أعمال تربوية وأعمال دعوية وليست عمليات يعني سياسية، لكن أصبح هذا المصطلح رديف للتعريف. يعني أستعجل معك في الصورة الأخيرة، تفضل خلونا نشوف الصورة الأخيرة. ليش تبتسم يا أبو عبد العزيز؟ عارف مقصودك. يعني هذا وزير الخدمة المدنية السابق محمد الفايز رفع عليك قضية. نعم. حدثنا عن وش قصتكم وليش رفع عليك قضية وصار على هالقضية؟ يعني أول ما علي الدكتور الفايز نحترم شخصه وكل شخصيات اعتبارية في الدولة. نعم. والمقال نشر في المدينة وفي الرياض عن علاقة وزارة الخدمة المدنية بالبطالة، وإذا لم يكن وزارة الخدمة المدنية لها علاقة بالبطالة إذا من له علاقة يعني في البطالة؟ لا أدري، هو يعني ربما قرأها قراءة يعني مختلفة أو نوع من الإساءة الشخصية كما سماه في خطابه لمعالي وزير الإعلام الذي تلقيت صورة منه، ولكني أيضا حيث أن الأمر انتهى لهذا الأمر مع الوزير طلب سحب الشكوى. سحب الشكوى؟ نعم هو سحب الشكوى هكذا بلغت. سحب الشكوى؟ الشكوى حولها مع الوزير الإعلام للجنة التي طلبتني، اللجنة القضائية، ثم بعد اللجنة القضائية قالوا ليس لدينا لك موعد، ثم أخبرت بعد ذلك أن مع الدكتور الفايز يعني سحب. ليش سحب؟ ربما يعني كان هناك قراءة أولى ليست دقيقة، ثم بعد ذلك تبين يعني انتهت مراحة. الموضوع انتهى الموضوع تماما. نعم. شركائي في تويتر يرسلون بعض التغريد أعرضها عليك بشكل سريع. تفضل. التغريدة الأولى: التغريدة الأولى من الإمارات، بصراحة يقول لك لماذا لا يكف أذاه عنا. يعني هناك هذا من الإمارات يقول أنه أستاذ مهنا الحبيل يتكلم كثيرا عن الإمارات، يبدو لي حتى قضايا المعتقلين في الإمارات يعني يعتبرها نوع من الأذى ونوع من التدخل في الشؤون الداخلية للإمارات. هناك مساحة داخلية لكل الدول يجب أن تحترم في أوضاعها العامة، وهناك مشتركات حقوقية وإنسانية ومجتمعية نحن في هذا الخليج لا يمكن ننسلخ عنها. ما تعيشه الإمارات حقيقة لا تسر إلا كاره لها حتى من قلب المؤسسة الرسمية. يعني كيف يسعد أو يستقر أي إنسان وطني صادق في الإمارات وحملة اعتقالات يومية لمجرد ناس مغردين أو نشطاء مثقفين؟ نحن طرحنا دائما ورجونا دائما وناشدنا دائما أن فصل هذه المواجهات، يعني خاصة أنه لم يقدم
مشروع سياسي ولم يعلن عصيان عام ولم يؤسس حتى جمعية حقوقية في الإمارات في هذا، أن حالة الصدام بين التيار الإسلامي والدولة في ظل ما تعيش المنطقة، بل بدون ما تعيش المنطقة، حالة سلبية، وهناك خلفية يعيش المجتمع الإماراتي كله بأنهم أبناء الشيخ زايد رحمه الله تعالى. فاستدعاء هذه الخلفية الجميلة ومعالجة هذه الإشكاليات هي التي نرجو أن يطلق المعتقلين ويعيش ويعود المجتمع الإماراتي لحمته، خاصة عندما يصل الأمر إلى المس ببعض الشرائح الاجتماعية وإسقاط الجنسية عنهم. نعم. هذا أمر يعني جرح مشاعر الكثير من أهل المنطقة، ولذلك نحن أرسلنا نصحنا، وليس لدينا إذاية لأهل الإمارات سواء شعب أو حكومة. يعني أنا هذه تغريدة كما أكيد وصلتي أكيد، فأنا أعرضها لك ولا أتبنى لا رأيك ولا رأيه. التغريدة الأخرى، وليد الدوسري يقول: ما هو دور الكتاب والإعلاميين في نبذ الطائفية وجمع الكل تحت لواء الوطنية وحب السعودية؟ يبدو لي احنا تكلمنا شوي عنها، عن هذه، اعتقد نتجاوزها ونشوف. نعم. نعم. تغريدة أخيرة مع تحياتنا للأستاذ وليد. نعم. يعني الأخ جبران القحطاني قرأت إحدى مقالات الأستاذ مهنا وكان يقول إن قيادة المرأة للسيارة من ناحية الإدراك البدهي أنها من المباحات، نريد رأيه صراحة. صراحة أنني لا أرى في ذلك حرج، وهذا الذي سمعته أنا مرارا وتكرارا، ليست قضية شرعية إنما تنظيم إداري. فإذا تقدم هذا التنظيم الإداري، يعني تشوف أنه ما فيها أي حرج قضية قيادة المرأة؟ هذا ليس حتى، يعني أنا لا أدخل مجال الفتوى، لكن أنا قناعتي يعني كثير من المفتين كطالب علم أنه لا يوجد هناك حظر شرعي هذه المسألة. وسمعت كثيرا، لا أريد أن أسمي، كثر متواتر أنهم يقول لا، ليست قضية شرعية إنما تنظيم إداري، نخشى من مفسدة كذا، مفسدة ألف، مفسدة باء. هناك بعض الدول أقرت نظام تدريجي على سبيل المثال في داخل المدن، في داخل الأحياء لأعمار معينة. في كل الأحوال لا يجوز أن يتهم من ينادي بهذه القضية في دينه وعرضه. هذه مسألة قرر المشايخ مرار وتكرار أنها مسألة خاضعة للتقييم، التقدير الاجتماعي والتقدير الإداري، وليست تنتهك حرمة شرعية. نحن لا أريد أن أنتهك حرمة الوقت. شكرا لك. شكرا لك أستاذ مهنا، وشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن مهنا الحبيل أنه متفائل بوزير الداخلية الجديد الأمير أحمد. السلام عليكم.